وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن احنا بقالنا كذا يوم كده الجو شتوي دافئ معتدل كمان. بالفعل يمكن احنا بقالنا كذا يوم بنعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فاليوم هيكون في مزيد من الاستقرار ومزيد من الإحساس بالدفء خلال فترة النهار، لأن كمان اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هترتفع عن الأمس بمعدل درجتين. اليوم متوقع عظمى توصل على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار. ما زال المرتفع الجوي اللي بيأثر علينا خلال فترة النهار بيأثر بشكل كبير، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، عدم وجود أي سحب مؤثرة خلال فترة النهار، فده بيخلينا نحس بالدفء الكبير في معظم محافظات الجمهورية. يمكن أغلب المحافظات فيها دفء واستقرار خلال فترة النهار بشكل كبير، لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل العكس تماما، بيحصل انخفاضات في قيم درجات الحرارة. الانخفاضات دي ملحوظة بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. هتظل الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، واللي أحيانا بتوصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء، بالإضافة كمان المدن الجديدة، الأماكن الصحراوية، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير أو الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة أكثر، وقيم درجات الحرارة الصغرى فيها بتكون أقل من المناطق الداخلية. وطبعا مع الاستقرار في الاحوال الجويه الظاهره طبعا الجويه المؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه. من يوم شبوره مائيه كثيفه توصل احيانا لحد ضباب على بعض الاماكن، وخاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ومؤديه طبعا لانخفاض كبير في الرؤيه الافقيه على الطرق، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا نقدر نقول ساعه او ساعتين بالكثير الشبوره المائيه تتلاشى تماما، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. اليوم كمان متوقع ان يكون في نشاط رياح، لكن هيكون موجود على اقصى غرب البلاد فقط، يعني في مطروح والسلهوم، ونشاط رياح ده ممكن يؤدي الى اثاره الرمال والاتربه، فالمناطق دي ممكن يكون عليها بعض الاتربه والرمال المثاره. واللي متوقع بكره استمرار نشاط الرياح اللي هيكون مثير للرمال والاتربه، لكن ممكن يشمل بعض المحافظات الداخليه. احنا بكره ان شاء الله هل ده هيأثر على حركه الملاحه؟ حركة الملاحة البحرية لا تماما، يعني اليوم وغدا إن شاء الله ما فيش أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر في البحرين الأحمر والمتوسط، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، لكن احنا خلال هذا الأسبوع هنبدأ نشوف بعض الاضطرابات الجوية، تبدأ معانا بكرة بنشاط لرياح مثير للرمال والأتربة مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مع يوم الثلاث تبدأ تدريجيا قيم درجات الحرارة تنخفض. تقريبا هتنخفض بدرجات كبيرة، يعني من 4 لـ5 درجات كمان من يوم الأربعاء، صحيح؟ بالفعل احنا عندنا من يوم الأربعاء الانخفاض الملحوظ، لأن احنا عندنا هنسجل يوم الاثنين 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى بعظمى فترة النهار، هنيجي نلاقيها يوم الأربعاء 18 و19 درجة مئوية، يمكن كمان توصل ل17 مع نهاية الأسبوع. فبالتالي من يوم الأربعاء إن شاء الله انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، نشاط الرياح يخلينا نحس بالبرودة أكثر، وطبعا تساقط الأمطار اللي هيبقى موجود وبشكل مؤثر في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، قد تمتد كمان لمناطق من القاهرة الكبرى، فبداية الأسبوع هتختلف عن نهاية الأسبوع، فعشان كده احنا بنأكد على استمرار طبعا ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ما زلنا في فصل الشتاء، وخاصة صحيح في فترة الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر، خصوصا النهارده تقريبا هو عودة او بداية الفصل الدراسي الثاني، فالناس بدأت يعني ولادنا بدأوا ينزلوا تاني مدارس من جديد، فلازم نخلي فعلا بالنا في الساعات الأولى من الصباح.
بالفعل كمان مرضى الفشل الصدريه والجيب الانفيه بكره واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات بالظبط كده. وطبعا القياده تكون في هدوء تام مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. احنا عندنا الشبوره فتره الصباح الباكر، غدا ان شاء الله اتربه والمال مصاره، ويمكن كمان الامطار مع نهايه الاسبوع، فلازم القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق ونبقى في متابعه مستمره لنشرات الجو. اكيد عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 23 الصغرى 13، العاصمه الاداريه 23 12، الاسكندريه 21 12، العالمين الجديده 21 11، مطروح 22 10، دمياط 20 13، بورسعيد 20 13، اسماعيليه 23 10، السويس 22 9، العريش 21 11، كاترين 18 2، طابا 22 12، حلايب 24 18، شلاتين 26 17، شرم الشيخ 25 15، الغردقه 24 14، الفيوم 23 9، بني سويف 23 9، الوادي الجديد 24 6، اسيوط 23 8، سوهاج 24 9، قنا 25 9، الاقصر 26 10، واخيرا اسوان 27 12. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، لكن نخلي كمان بالنا بكره ان في رياح مثيره للرمال والاتربه، مرضى الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر. ان ما وروش حاجه ما ينزلش، لكن لو مضطرين ان احنا ننزل واولادنا رايحين المدارس لازم يرتدوا الكمامه غدا باذن الله. هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.